وفقا لأسوأ الظروف، تفاصيل خطة مصر لتفادي كارثة الملء الثاني لسد النهضة. بدأت تستعد مصر مبكرا لتفادي خطر الملء الثاني لسد النهضة، حيث كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن وضع الدولة 4 خطط لتفادي خطر الملء الثاني على منظومة الري في مصر. وحسب تصريحات محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فإنه تم الاستعداد لكل السيناريوهات المحتمل حدوثها وفقا لأسوأ الظروف من خلال إدارة منظومة قوية لكل قطرة مياه، مضيفا لدينا 4 خطط رئيسية لتخفيف آثار أي أزمة محتملة. وشرعت الوزارة في تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الأرض والمصارف من خلال تبطين 8200 كيلو بتكلفة تجاوزت 18 مليار متر مكعب، حيث تبلغ إجمالي تكلفة المشروع 80 مليار جنيه. وتتيح هذه الخطوة تدفق المياه في نهايات الأراضي وتقلل نسب الهدر في المياه. أما المخطط الثاني هو أعمال صيانة وإنشاء ل 92 محطة خلط ورفع المياه، والتي تعمل بكفاءة عالية وتصرف المياه في توقيتها خصوصا خلال فترة أقصى الاحتياجات. وقال المتحدث باسم الوزارة إن المخطط الثالث يتمثل في تدشين صحارة المحسمة بتصريف 1 مليون متر مكعب يوميا، ومصرف بحر البقر الذي يعالج 5 ملايين متر مكعب يوميا، وهي أكبر محطة معالجة في العالم، بالإضافة إلى تدشين محطة الحمام الجديدة التي تخدم مشاريع الدلتا الجديدة. وأضاف غانم أن المخطط الرابع هو تشجيع المزارعين على اللجوء إلى الري الحديث في الأراضي الصحراوية ثم بالأراضي القديمة، حيث يتم العمل على 4 ملايين فدان بوسائل الري بالتنقيط والري بالرش بديلا للري بالغمر، حيث إن الزراعة تستهلك النسبة الكبرى من مياه النيل. وأشار المتحدث الرسمي لأن مصر ترفض عملية الملء الثاني بشكل أحدي، حيث تتأثر مصر والسودان بكل تأكيد، مضيفا أن إثيوبيا لم تولد طاقة العام الماضي وبنسبة كبيرة لن تولد هذا العام، ولكنها تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع وهو ما ترفضه القاهرة. وتواصل أديس أبابا استفزازها وتعنتها في أزمة سد النهضة، رافضة جميع المساعي الدولية التي تعمل على حل الأزمة والوصول لتوقيع اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد دون إلحاق أضرار بدولتي المصب. ورغم اعتراض مصر والسودان، ما زالت أديس أبابا ماضية بخططها حول ملء سد النهضة المقرر في يوليو القادم، مما ينذر باقتراب حرب المياه بين الدول الثلاث واستخدام الخيار العسكري لتدمير السد الإثيوبي قبل عملية الملء الثاني. وقبل ساعات تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالمضي في التعبئة الثانية لبحيرة سد النهضة الواقع على نهر النيل الأزرق بموعدها في موسم الأمطار المقبل في يوليو وأغسطس، متهما في إشارة واضحة إلى مصر منافسي بلاده بأنهم لن يترددوا في إلقاء الحجر الأخير الذي يعرقل مسيرتنا، إنهم يهددون طريقنا ويبذلون قصارى جهدهم لمنع قيامتنا.